بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حبيبنا وهدينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. مشاهدينا الأحباب، متابعينا في كل مكان، صباح الخير عليكم، صباح الرضا، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الهنا والسرور من الخرطوم. أحييكم وجمعة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم ببركة هذا اليوم الخير الوفير كل أرجاء بلادي، وكذلك الصحة والعافية. وبلادي بتمر بظروف يمكن صحية صعبة، الموجة الثانية لجائحة كورونا اللي بسببها فقدنا العزيزين علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء التام لكل المرضى والمصابين، ونسأل الله أن يتقبل الموتى الذين فارقونا في هذه الأيام، وأن يلزم آل وزويهم الصبر وحسن العزاء. نتواصل عبر صباح الجمعة، وكان معتاد العديد من الفقرات وباقة من الأغنيات الجميلة. مرحبا بكل المنضمين والمتابعين، وترحيب كبير بمستمعين معينا عبر الاف ام 101.5 لمتابعه معلومات صباح الجمعه. اذا هي جمعه مباركه على الجميع، مرحبا بكم. تشتاق للمشاعر تملى بعبيرة، لما تشتاق للعواطف تنسجم المشاعر تملت بعبيرة. لما تشتاق للعواطف تنسجم فيها الشوق، تلقى فيها الريح.
من جديد بكل الأحباب المتابعين عبر صباح الجمعة من الخرطوم، بنتواصل معكم وأولى فقراتنا نطالع من خلالها أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم في الخرطوم عبر الصحافة الإلكترونية، ونبدأ جولتنا بصحيفة الوطن وفيها 287 تسجيل و36 وفيات بفيروس كورونا. البرهان يصدر قرارا بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية. حمدوك يتحفظ ويضع شروط للقبول بمجلس الشركاء. تدشين حقل نفطي بولاية النيل الأبيض. من الوطن مشاهدينا الكرام إلى صحيفة النيل الدولية، وفيها نقرأ: من ناوي والدقير يعقدان اجتماعا لبحث تنفيذ اتفاق السلام.
فرنسا تنظم مؤتمر اقتصادي عالمي لدعم السودان. إعلان تكوين مجلس شركاء الانتقال من 29 عضوا. المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يزور معسكر أمرا كوبا. من النيل الدولية مشاهدينا الكرام إلى صحيفة السوداني، وفيها حمدوك يتحفظ على قرار البرهان بتشكيل مجلس شركاء الحكم. تخصيص 8.4 مليارات جنيه لاستيراد الدواء. خلافات تهدد قيام مجلس الشركاء واجتماع طارئ لقحط. بكين توافق على طلب الخرطوم لزيادة استثماراتها. من السوداني مشاهدينا إلى صحيفة الانتباه، وفيها نطالع اتفاق بين حمدوك والتغيير على ترشيحات لكل الوزارات. الاتحاد الأوروبي لن ندع السودان يواجه أزمة اللاجئين الأثيوبيين لوحده. وزيرة المالية تعلن عن إصدار خطاب ضمان ب 8.4 مليارات جنيه لتوفير الدواء. ووزارة الطاقة توقف موظفين متهمين بتسريب وقود. من الانتباه مشاهدينا إلى صحيفة السوداني الدولية التي نختتم بها جولتنا الصباحية في الصحف الإلكترونية، وفيها نقرأ الإعلان عن مجلس شركاء الفترة الانتقالية. 4 مليارات جنيه و 140 مليون دولار لمجابهة الموجة الثانية من كورونا. الهادي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. الخارجية تتراجع عن قرار إغلاق قسم التوثيقات. وأخير ما ورد إلينا في صحيفة السوداني، الصحة تسجل 223.5 حالة كورونا في الموجة الثانية. وبالتأكيد العديد من الموضوعات عبر هذه الصحف في صفحاتها الداخلية الورقية المتفرقة. أشكركم مشاهدينا لمتابعتكم عبر هذه الفقرة، ونتواصل بالتأكيد معكم عبر صباح الجمعة. مرحبا بكم. مرحبا بكم مشاهدينا. ويمكن يعني تعودنا دائما في كل حلقة من حلقات الجمعة بنطرح موضوع اجتماعي، ودائما بقول في انه الحلول احنا كلنا بنكون راجلنا من الجهات الحكومية والتنفيذية اللي عليها موضع القرار واللي عليها اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة، لكن بنقول انه المجتمع عنده دور. احنا بنأمن على دور الحكومة، لكن المجتمع عنده دور في حل كل المشكلات اللي ممكن تواجهه وحل العقبات اللي ممكن تواجهه. وإذا أصبحت القضية قضية مجتمع، يبقى الحل التضامني ما بين المجتمع وما بين الجهات التنفيذية والجهات الحكومية. الآن ما في بيت وما في شارع وما في أسرة ما اكتوت من نار الإصابة بفيروس كورونا، ويمكن فقدنا العزيزين علينا في الأيام الماضية. فقدنا أعلام في الطب، فقدنا بروفيسورات، فقدنا شخصيات عظيمة بسبب فيروس الكورونا. البيوت الآن حزينة ويخيم عليها الحزن ويعلو صوت البكاء على فراق العزيزين، ولكن نقول إن إحنا كمجتمع تسببنا في هذا. عدم اللامبالاة بوجود فيروس الكورونا وعدم الالتزام بالموجهات اللي أصدرتها وزارة الصحة الاتحادية منذ الموجة الأولى وأصدرتها أيضا في هذه الموجة، والقرارات اللي أصدرها والي ولاية الخرطوم لم تطبق. لذلك كانت الإصابات بفيروس كورونا حتى وصلت 223,500 حالة اشتباه في الخرطوم، حالات متزايدة. يمكن بالأمس كانت 287 حالة إصابة وستة الوفيات متزايدة والإصابات متزايدة. أصبحنا نسمع في كثير من الناس في بيقول والله في حالات وفيات والمغابر في حركة باستمرار. أغلبهم ما بيمشوا المستشفيات خوفا من يقول لك وانت عندك كورونا. عبر حلقة اليوم نتحدث عن ضرورة التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية. نتكلم عن
توفير الكمامات والمعقمات وكيف يتم عملها في البيت، نشجع المبادرات الشبابية والوطنية من أجل الوقاية من فيروس كورونا. نتحدث عبر الجهات المختصة كما ذكرت، الموضوع شراكة ما بين المجتمع والجهات التنفيذية. نتحدث عن توفير الدواء في مراكز العزل وكذلك الرسائل اللي مفروض توجهها إدارة تعزيز الصحة، ونتعرف أيضا على الموقف الصحي الآن من مركز الطوارئ والاستجابة. إذا مرحب بكم ومرحب بكل المنضمين والمتابعين هاتف البرنامج على الشاشة، أسعد بكل المداخلات والمهاتفات، ويا ريت لو نسمع إعلان لمبادرات عبر برنامج صباح الجمعة. أول متصل، ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك دكتورة عبير. أهلا بك دكتورة عبير أبو جبل، مدير الإمداد الدوائي بإدارة الطوارئ والأوبئة وزارة الصحة ولاية الخرطوم. أهلا بك دكتورة عبير، وكيف أصبحت الجمعة؟ مبارك عليك إن شاء الله. الحمد لله، شكرا جزيلا، شكرا للاستضافة. دكتورة، في عجالة نتحدث عن الموقف الدوائي في مراكز العزل ولاية الخرطوم، وخصوصا بعد إعلان وزارة المالية لتخصيص 8.4 مليارات جنيه لاسترداد الدواء دي بشريات. نتمنى أنه تطبق على أرض الواقع في العاجل حتى أنه ننعم بتوفير الأدوية في مراكز العزل وكذلك في أرفف الصيدليات التي تخلو الآن تماما من هذه الأدوية. نتحدث عن توفير الإمداد الدوائي بمراكز العزل ولاية الخرطوم، تفضلي. زي ما قلتي انه فعلا في نقص في عدد من الاصناف في الادوية في السودان ككل، جزء منها النقص ده بيكون في مراكز العزل والجزء الثاني في اغلبية المستشفيات. الامداد الدوائي بيتم عن طريق عطاءات بتقوم بها الامدادات الطبية لكل السودان، كل ولاية بيكون عندها نصيب. حتى في المنح لما تصل السودان كجمهورية السودان بيكون عبر الاتحادية ولاية الخرطوم عندها برضو نصيب في كل من الدول العربية أو حتى من المنظمات. طيب بالنسبة لمراكز العزل، الإمداد لها بيتم جزء من الإمدادات الطبية، والأصناف ما متوفرة في الإمدادات الطبية بنحاول نوفرها عبر المنح. المشكلة المواجهانة إنه ما كل المنح بتكون شاملة كل الأصناف، وكذلك الامدادات من يعني لو لاحظنا انه احنا من سنه او سنتين كانوا بيتكلموا انه عندهم مشكله في اصناف كثيره ونقص في اصناف كثيره، كانوا بيناشدوا الدوله بضروره توفير الدولار عشان يقدروا يشتروا. صحيح. فدي يعني الحمد لله انه يعني حصل او مبادره للحل حصلت يعني من يومين، ويعني ان شاء الله نامل يعني. لكن صراحه الامدادات مهما حاولت في العاجل انه هي تشتري، الفكره بتاعت الشراء دي بتكون عبر عطاءات معينه وبروسيس معينه، يعني بتاخذ فتره زمنيه، يعني يمكن ما اعتقد يقدر يوفروا قد شهر الاصناف المقطوعه. كده نصبر ونشوف يحصل شنو يعني. طبعا في مبادرات كثيره محليه وجهات دوليه، واحنا بنوزعها لمراكز العزل على حسب حوجه كل مركز. إذا تحدثنا الآن داخل مراكز العزل، يمكن عندنا في ولاية الخرطوم 7 أو 8 مراكز للعزل ثانوية وأولية، هل هذه المراكز الآن مزودة بالأدوية اللي ممكن تحتاج لها ومزودة بالمعدات الطبية بما فيها ألبسة واقية وغلوفزات وماسكات للعاملين والكوادر الموجودة داخل هذه المراكز وأيضا المرضى الموجودين؟ يلا ما بيتم فتح اي مركز عزل ما لم تكون كل مستوفي الشروط دي كلها، يعني لازم الكادر الشغال هناك يكون محمي حمايه كافيه، او في نفس الوقت الادويه بتكون متوفره والاجهزه بتكون متوفره. طيب كل مركز عزل عنده سعه محدوده، يعني في مراكز عزل عدد الاسره بتاعتها ما بتتجاوز 6 سراير، وفي مراكز عزل الاسره بتاعتها ما بتتجاوز 50. كل ما مركز العزل زاد عدد الأسرة زاد الاستهلاك. فإحنا بنكون متابعين معاهم على قدر الإمكان إنه هم في حد معين إحنا ما حنقدر بعد كده نغطيه، يعني حيكون في صعوبة إنه إحنا مما إحنا نبدأ مثلا بعشر أسرة نوصلها 50، بتبقى في صعوبة إنه الاستهلاك بيكون زايد. والحكاية دي لاحظناها خلال مما بدينا، كانت البداية تقريبا في يعني أواخر شهر 10.
فمما بدأنا في مراكز ابتدت في الزيادة، يعني في فتحت مراكز جديدة. احنا بدأنا في الأول بخمس مراكز، حاليا وصلوا 11. اوكي، فيلا الزيادة دي احنا لازم نشوف جهات تغطي لنا النقص. يعني احنا مواصلين في الإمداد الحمد لله، أو بنحاول إنه ما يكون في أصناف كثيرة قاطعة على قدر الإمكان، لكن في الآخر إحنا بنتكلم عن ميزانية الدولة وعن وضع الدولة فيه. يعني إحنا ما زي باقي الدول أنت بتقدر تشتري مباشرة حاجة قاطعة منك، إنه حتى الشركات اللي في البلد ما متوفر عندها في السوق، يعني ما عندها. ده بيخليني ابقى اسوقك لاتجاه شويه قد يبعد من دائره اختصاصك اللي احنا بنحاورك فيها عبر هذا الصباح ومراكز العزل. نمشي للامداد الدوائي بشكل عام في ولايه الخرطوم فيما يختص ب الوقايه من فيروس كورونا اللي متعودين المواطنين على تناوله من الصيدليه مباشره من دون حتى روشته والرجوع للطبيب، اللي هي فيتامين سي والزنك والبنادول والمسكنات. هل متوفر الان على حسب علمك وجودك أنت في دائرة الاختصاص، هل متوفرة الآن ممكن المواطن يقدر يتناولها؟ وإذا ما كانت متوفرة ما هي البدائل؟ هي متوفرة في عدد من الصيدليات بشكل تجاري طبعا. أيوة. لكن صراحة هي أول حاجة تعتبر عبء على المواطن إنها غالية، وغير كذا ليه أنا آخذها وأنا ممكن آخذ من الفواكه والمصادر الطبيعية؟ يعني أنا أفضل إن آخذ فيتامين سي من مصدر طبيعي، الليمون، الكركديه، عصير الجونجوليت، حتى والله نلجأ ل يعني حاجاتنا الطبيعية، الأعشاب الطبيعية، حتى في الوقاية في البيت. يعني إحنا خلاص نكفي جدا إن إحنا نغسل بالموية والصابون، يعني والنظافة العادية، بعدين الجو نفسه ممكن نعقمه ببخور القرض، يعني كافي جدا يعني. لكن القرض طبعا اكتشفوا انه هو لو اتمصى او اتناول باودر فيه نسبه بتاعت سميه، وضمن الصعوبه ان انا اوزنها لكل عيان ما يتجاوزها، فانا افضل ان هو استنشاقه. يعني استنشاقه مريح جدا وفي نفس الوقت بيعقم المكان. جميل. ده بالنسبة للبيوت يعني. يلا اما بالنسبة للمسكنات وغيره، احنا مشكلتنا طبعا الكورونا في السودان ما زي اللي بيحصل باقي الدول. احنا عندنا امراض زي الملاريا والتايفويد، بين الاثنين اعراضهم مشابهه لحد كبير، هي امراض اعراضها متداخله مع الكورونا بالضبط، وخاصه في السودان يعني. فاحنا الواحد اول ما يجي تكسر جسم بيكون شاكك في كورونا ولا تايفويد ولا ملاريا. يلا بيحسم الموضوع ده الفحص، يعني الواحد اخذ له يومين جسمه متكسر او كذا، طول مش طوال يفحص، يعمل اسمه سي بي سي ويفحص الملاريا. من خلال الفحصين دال اخصائي المعمل ذاته بيقدر يحدد له او بيوريه انت والله عندك يا التهاب فيروسي يا ملاريا، يا ولو في حصل تايفر مثلا بيقدر يحدد له ان انت عندك تايفر. طيب برضه واجهتنا مشكله مرات الكورونا بتظهر الفحص الايجابي للملاريا. ايوه. طيب برضه الحته دي نحسمها كيف؟ واحد مشى وفحص لقى انه هو فحص الملاريا بتاعه ايجابي، يمشي للدكتور ياخذ علاجات الملاريا، يلا حوالي يومين ثلاثه لاحظ انه ما في تحسن، معناته انه الملاريا براها. حيكون لازم يضرب ناس الوبائيات عشان يجي يفحصوا للكورونا. الكورونا طبعا غير انه هي اعراض العاديه، هي بقت تجي بوجع بطن وصمة، غير الكحه ولا هي متحوره. لا، بما انها هي فيروس متحور اذا الاعراض تتحور. الاعراض المنتشره في السودان انه هي فقدان حاسه الشم والذوق. يعني الواحد ما عنده اي اعراض، ولكن بس تكسر جسم بسيط وفقدت حاسه الشم والذوق. يلا الناس اللي بيحصل لهم كده، ده ما معناته ان هم مناعتهم قويه، لا، ده معناته ان هم ما اتعرضوا لكميه الفيروس اللي بتؤدي الى اصابتهم بالمرض. بتكون النسبه دخلت جسمهم طفيفه قليله. ليه؟ طيب بيكون اصلا عاملين حسابهم كاتبين كمامات، بيغسلوا يدينهم، بيعقموا، ما بيكونوا يعني بيخشوا في اماكن مزدحمه، ولا انه يكونوا يعني قاعدين في اماكن لصيقين لناس ثانيين. فيلا بتكون بس الكلب هو بيقول عليه فايرال لود، بيكون كميه بسيطه. والحمد لله احنا ما عايزين دي ذاتها بتعتبر زي نوع من المناعه.
يعني الظاهر اللون البسيط ده ممكن يولد لنا نوع بسيط من المناعه لكن ما بدون مرض، حسب كلام خصوصا نحن الان في وضع يصعب جدا توفير لقاح ضد الكورونا فيه اذا كان في السودان او على مستوى العالم. والله موضوع اللقاح ده كمان ما لسه هو حيبدا في العالم. ايوه. فحنشوف يعني احنا دائما كدول العالم الثالث كنا في السابق اول ناس بيجربوا فيهم زمان. فحسب جينا احنا عايزين نفهم يعني هو اللقاح دي ما تجيبوا لي انا هسه جربوا انتوا. ايوه ابدوا بيه اول. وبعدين نشوف دورنا هيجي متين، احنا ما اي حاجه تبدوها فينا. والله نتمنى انه تقل الاصابات لانه الاصابات محزنه والموجود في المستشفيات وقريب من مراكز العزل فعلا حقيقه بيلتمس خطوره الوضع الان في الموجه الثانيه. دكتوره عبير رساله اخيره لكل الناس اللي تابعوك عبر قناه الخرطوم الفضائيه. بقول لكل المواطنين انتم بالنسبه لنا انتم خط الدفاع الاول للمرض دي، التزامكم بالتعليمات لبس الكمامه غسيل اليد التباعد الاجتماعي هو اللي حيوقف المرض ده من الانتشار، مهما عملنا حظر، مهما اجزنا المدارس، مهما في مناسبات اجتماعيه كثيره الناس ما زالت بتحضرها. فالناس لازم تقلل تخفف او تمشي تلبس كماماتها تبارك وتطلع. او تعزل تطلع، يعني في حاجات كثيره ممكن الناس تعملها عشان تقلل انتشار المرض، الحدايه بيدكم، ما بيد وزاره الصحه ولا بيد اي حد ثاني، وربنا يحمي الجميع واحنا كمان ما نخاف. يعني القاس ربنا حيحصل لكن احنا نتوكل على رب العالمين وناخذ الاسباب ان شاء الله. ربنا يحمينا ويحمي كل اهلنا في كل بقاع السودان المختلف من هذا الفيروس اللعين. شكرا كثير انضمامك لنا دكتوره عبير ابو جبل مدير الامداد الدوائي بإدارة الطوارئ والاوبئه وزاره الصحه ولايه الخرطوم عبر صباح الخرطوم، والحديث عن الامداد الدوائي داخل مراكز العزل والرسائل للمواطنين من اجل الوقايه من فيروس كورونا. شكرا جزيلا دكتوره عبير. بنتواصل مع كل المتابعين فاصل قصير ونرجع نتواصل في أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية. مرحبا بكل المتابعين وصباح الجمعة من الخرطوم وأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في ظل الموجة الثانية من كورونا. المتابع لكلام دكتور عبير فيه شيء إيجابي فيه شيء يخوف كده. شيء الإيجابي قالت الأدوية متوفرة قاعد تجينا منح والمالية وفرت لنا كمية من الأموال عشان نستجلب الدواء. ما عاجل الآن بتاخذ زمن، واليوم في كل يوم الحالات متزايدة وفي كل يوم الحوجة متزايدة، يبقى حكاية إنه ننتظر لحد ما نعي وبعدين نتعالج ده موضوع كده نخليه بجنبه. يعني أغلب الناس اللي أصيبوا بفيروس كورونا للأسف الشديد حالات الشفاء قليلة، أنا ما عندي إحصائية يعني بالأرقام لكن الحالات قليلة، و يعني يمكن كلامي شاهدين عليه وانتم نفسكم مشاهدين في انه بتسمعوا فلان جاته كورونا فلان توفى بكورونا حتى لو ما كان عنده اعراض. يبقى مهم جدا احنا نلتزم بالاشتراطات ونلتزم بالموجهات، والموجهات ما صعبه. بيجي زول يقول لنا والله الكمامه دي غاليه، كمامه ب 50 جنيه، اجيب لي كم كمامه لي اولادي في اليوم؟ ما تجيبها من برا، جيبوا القماش وخيط الكمامه في البيت، خيط الكمامه لك. ما عندك كمامه وانت طالع حسيت الحته فيها زحام ممكن بيشال، ممكن انت تتبلم. بالمناسبه الواطشي تزاتوا، يعني الزول من يلبس يتكمم بتوب او يتكمم بشال وكده فيها نوع من الدفء، يعني ما في حاجه مشكله بالنسبه لنا. وفي الايام دي خلينا نستغل الظروف حاجاتنا ونستمتع بالحاجه، مش انه تكون الحاجه بالنسبه لنا هي الاشكاليه. ما عندك كمامه، استعين الكمامه بالتوب بالشال بالطرحه، ممكن تتكممي او تتكمم
لو انت جيت في حته فيها زحام، ما في زحام انت ما محتاج للكمامه، لان الكمامه ذاتها عندها ضوابط لاستخدامها، تستخدمها 200 وتقلعها 200، وبعدين حقت الكمامه الطوال اللي يدك فيها دي هي دي المشكله، ما انت يدك انت واغي نفسك، لكن يدك دي هي. بعدين ملاحظ في زول بيشوش على الكمامه كده وبينزلها وبيقوم بيحك كده، وشفتها كثير بيحك كده وبيرجع راجع، فانت عملت شنو؟ ما عملت حاجه، يدك دي ممكن تسلم بيها على زول، ممكن تهبش بيها مكان وبيكون نقلت العدوى. الأسوأ من كده لابس الكمامة دي زاد وبعد تضايق منها ويحسبها كده ويسخط بيقوم يقلعها كده ويمشي. المنظر ده شفته امبارح بالمناسبة ما بعيد، في زول ماشي قدامنا في الشارع في العربية وطلع الكمامة وجدعها، الكمامة دي حطيرتك على الهواء جم ناس يهبش زول يلقاها طفل ما معروف، ممكن تسبب إصابات كثيرة جدا لعدد كبير من الناس. يبقى احنا سلوكنا ذاته محتاج تغيير، نتعامل كيف في الوضع ده ونعدل سلوكنا كيف. معنا هاتف. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا بك. ضفع الله يوسف خويري، اهلا بك يا ضفع الله. حياك الجزيرة، الشرف وبركاته. يوسف من الجزيرة، اهلا بك. نعم مرحبا بكم، ان شاء الله ربنا يجعل الشفاء العاجل ان شاء الله للشعب السوداني ان شاء الله. ولايتك من الولايات يعني الولايات القريبه للخرطوم، وللاسف الشديد من الولايات اللي بتحتل المرتبه الثانيه بالاصابات والاشتباه بكورونا، ومن الولايات اللي عندها اشكاليه حقيقيه على لسان وزير الصحه او مدير عام الصحه فيها، في انه عندها اشكاليات في نقص الدواء. اذا ما عليكم يا مواطن الجزيره الا ان تلتزموا بهذه الموجهات، فاحكي لنا يا ضفع الله عن الالتزام بالاشتراطات والموجهات في ولايه الجزيره. نعم والله يا أستاذة، أولا ما في أي اشتراطات صحية في ولاية الجزيرة، وأخص بكل موظفي الولاية. يعني نحن بيجو من الغرى كل إنسان بيجي داخل لولاية الجزيرة بيكون حامل للفيروس. دقيقة، ما في اشتراطات كيف؟ معليش يا دفع الله، نمشي نقطة نقطة. ما في اشتراطات كيف؟ هي في اشتراطات، ما في تطبيق ليها قول. ما في تطبيق لي. أنا كموظف، أنا كموظف يا أستاذة الآن بتكلم معك وأنا خارج المكتب تماما، يعني وفيت بملاية فقط. كل الاشتراطات عندنا نحن يعني في مؤسستنا الحكومية بندي أبسط حاجة للمواطن وهو داخل بنديه الكمامة يستلمه ويدخله في جيبه. حتى رجل الامن يتكلم معاه يا اخي الكمامه خليك لابسها لوغايه ليك وللموظفين وللاخرين يرفض ردا بعد. يبقى في مشكله في التعامل مع الكمامه كسلوك اشخاص. مشكله في التعامل مع الكمامه والثقافه الصحيه يا استاذه، ما في اي ثقافه. نحن بنشتغل لحاجه زي دي والله، وحاجه زي دي هي حتنشر لنا الوضع زياده. صحيح. عشان كده نناشد المجتمع ونناشد ناس الغرى، الناس المتعلمين في الغرى، انه يثقفوا اهلنا، خاصه الناس الجايين داخلين للولايه. ولايه الخرطوم اعلنت، ولايه الخرطوم اعلنت تخفيض القوى العامله في المؤسسات الحكوميه والخاصه بنسبه 50%، هل تم التخفيض ام تم اعلان قرار مماثل في ولايه الجزيره؟ والله القرار ده نحن سمعناه وسمع، لكن لحد الان في مؤسسه او مؤسسات، انا موظف وما انا موظف تابع للسلطه القضائيه. انا مريض بداء السكر حاليا، انا بتكلم معك، انا زول عندي سكري. ربنا يعافيك يا رب. ما جانا اي منشور بانه التخفيض يكون 50% او اي انسان مريض يكون في بيته. مع انه المسافه ذاتها بعيده، يعني من مدني لمنطقتنا للشرف وبركات نحن بنمشي بمواصلات يوميا. على حسب معلومات عندي دفع الله، يمكن بالامس طلع المنشور من السلطه القضائيه وبالتاكيد يعمم ان شاء الله الاحد، ستجد هذا التعميم في المؤسسات التابعه للسلطه القضائيه، لانه في الخميس يمكن تم اصداره في ولايه الخرطوم او تم توزيعه على محاكم واجهزه ولايه الخرطوم. والله نتمنى ذلك في الولايه استاذ وعبركم يعني. لكن حقيقة بالمناسبة الداخل لمحاكم السلطة القضائية ما ذكرته عن الالتزام بالكمامات واضح، يعني أنت داخل
المحاكم في ولايات تابعة للسلطة القضائية شفنا مشاهد في ولاية الخرطوم، بتلقي انه فعلا العسكري الموجود بيلزم الداخلين اذا كانوا متقاضيين او محامين بالتزام لبس الكمامة، لكن زي ما ذكرت بيدخل جوا الواحد ممكن يطلعها ويخطها في جيبه بعد يمر من الباب. يلا هو الانسان اللي بيجي داخل بخطها في جيبه دي يا استاذ، دائما الناس بيكونوا والثلاث جايين من الغريه، فنحن نناشد ونتمنى من كل الشباب في الغرف التوزيع التامه لاهلهم. اي انسان جاي داخل المدينه فهموه الحاجه الحاصله شنو، عشان الناس تقدر تخفف من الحد شويه من الانتشار يعني. وانتم برضه تفعلوا دوركم، اللي بيجيكم جوا قولوا له والله يتعامل مع اي زول جنبك كانه عنده كورونا، خوفوه ذاته، وزول لو خاف شويه ممكن يلتزم. والله يا استاذه بنخوفهم، لكن ما كل الناس بتقدر تفهم طبعا حاجه زي دي، مشكله كبيره يعني. حقيقي. شكرا لك يا دفع الله. نسأل الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب، وربنا يديك العافيه وترجع لشغلك ان شاء الله. اكيد لما ترجع الاسبوع الجاي حتلقى قرار التخفيض وصل لجهاز القضائي ولايه الجزيره. اللهم امين، جزاك الله خير يا استاذه. الله يسلمك، شكرا جزيلا دفع الله. ويمكن دفع الله ساقنا لنقطه كنا عايزين نتكلم عنها شويه لكن ساقنا ليها سريع. الجهات اللي الزمت المواطنين بالاشتراط بالموجهات الصحيه، المواطن نفسه بيتخلى عن الموجه، يعني انا بقول لها الحكومه حلو ما عملت، كلام دفع الله اللي بيقوله ده واضح انه انت المواطن نفسك انت اللي ما عايز تعمل. بيدوك الكمامة، وده منظر أنا شفته جنب الجهاز القضائي جنب الباب، بتلقى زول واقف شايل الكمامة ولك لو ما عندك كمامة لو أنت محامي أو متقاضي ما بتدخل، بتشيل كمامتك. حتى الملاحظ أنه القضاء كلهم ملتزمين بالكمامات، وكل العاملين في السلطة القضائية ملتزمين تمام بالكمامات، لكن بتلقى الواحد دخل من الباب فعلا بيقوم شنو نزل أو مخطوطة كده للعرض، أنا ما أعرف جمالة وين الكمامة دي، ما جميلة خالص يعني، ما أنت خدتها كده ما جميلة، تلقى زول منزلة وخدتها كده وداخل وإنه خلاص مبسوط لابس كمامة، لما يجي طالع جنب الباب بيقوم بيرفعها عشان العسكري ما يسألوا ليه كمامتك وين أو ما يمنعه يدخل. نفس الحاجة دي بتلقاها عندنا في المستشفيات أعلنت تماما عدم دخول أي شخص للمستشفى إذا كان عامل أو مرافق أو مريض للمستشفى ما لم يكون ملتزم بارتداء الكمامة. فبتلقى الواحد خدتها في جيبه ونجم بالباب، خصوصا كان مرافق يعني بيجي طوالي يلبسها، أول ما يدخل جوا بزحها يعني زي شنو زي بقى زي التكيت كده يعني، أنت بتلبسها زي التذكرة داخل بيها، مجرد ما عديت الباب خلاص. يا ريت لو الزول اللي بيعمل كده يسأل نفسه ليه قال لي ألبس الكمامة، هو عاد في كارثة جوا في حاجة. أنا ما داير أخوف، لكن يعني عشان نأمن نفسنا ونحمي نفسنا خلونا نقول إنه أي زول ماشي جنبك هو مصاب بكورونا، يتعامل بالفهم ده يعني، أي زول ماشي جنبك هو مصاب بكورونا، لو يتعاملنا كده أي زول بيعمل حسابه. شايف الآن حكاية السلام قلت، لكن برضه بتجي تلقى ناس لسه بيسالموا وقاعدين كده مع بعض، وبتلقى جماعه اربعه خمسه في الركشه وكده، يا اخي في تفاصيل سلوكيه نحن لما نجي نعينها من بعيد منظرة ذاته ما جميل، ناهيك على انه هي ممكن تسبب لنا مرض. ارجع واقول انه الالتزام بالموجهات دي علشاننا نحن وعلشانك انت، عشان احنا مواطنين دايرين نعيش في سلام، لانه لو يتاذى واحد ما بيأذي نفسه، انت قد تتسبب في ايذاء حي كامل واسره كامله ومؤسسه كامله ومكتب كامل. يعني لما قالوا زول لما يكون مخالط ولا عنده اصابه او ظهرت له اصابه فيروس كورونا، كل الناس اللي حواليه يدخلوا الحجر المنزلي لمده 15 يوم ويتم عليهم الفحص ويتاكدوا، ما تقالت ساي، ما لانه انت حتاذي غيرك. يعني انا لو عندي لا قدر الله اصابه ممكن اذي كل الناس اللي لقيته من دخول الباب الغنى لحد الاستوديو لحد ما طلعتها، اي زول جاء يتناول استخدم المايك بعديني، اي زول استخدم القلم بعديني، اي زول استخدم الترابيزه، اي زول استخدم الكرسي، فتخيلوا شكل الحاجه ممكن المصيبه تكون كيف. يبقى نحن خلونا نتعامل كمحور اول على انه الاشتراطات الصحيه تطبيقها واهميتها مهم جدا، خلونا نتعامل على انه اي زول ماشي في الشارع هو مصاب وانت السليم وحدك، وانت عامل حسابك من المصابين عشان تحمي نفسك
وتحمي أسرتك وتحمي الناس العزيزين لك والحواليك. حاليًا نتحدث عن كيفية التعامل في المناسبات الأفراح والأطراح وكيفية التعامل في المواصلات العامة، لكن عشان الناس شوية ما تسهج مننا وما تخاف من الحديث عن الموجة الثانية والوفيات والخسارة والحزن والألم، نرجع للكنترول ونسمع لحن صباحي وندعو الجميع للتفاؤل والأمل والنظرة الإيجابية لما يدور حولنا من تفاصيل قاسية حتى ننعم بحياة كريمة. مرحبا بكم.
الجميل عاطف السماني، تحية صباح لك. وكانت ثنائية جميلة بين الراحل المقيم الجابري والأستاذ الرايع السير قدور، ربنا يديك الصحة والعافية. تحية لكل الأحباب المتابعين، ويمكن زي ما أنا قلت وسط الأحزان والآلام والمشاعر السالبة اللي كنا بنتحدث فيها عن إصابات ووفيات واكتظاظ بمراكز العزل نسمع النغم. شكرا يا سماوة للدعم الإيجابي الصباحي، ونحن متواصلين مع مشاهدينا ومتابعينا. ويا ريت بعد الإيقاع العالي ده أسمع هاتف لمبادرة شبابية لدعم المواطنين بتوفير المعقمات والكمامات. هنالك مبادرات شبابيه جميله داخل وخارج السودان قدمت جهود مقدره في الجائحه الاولى، كانت بنات شراكات كبيره بين وزاره الصحه ولايه الخرطوم، وكانت اروغه الوزاره تكتظ بالشباب المبادر ليلا وصباحا حتى بالمساء. يعني تعودنا انه نرى وزاره الصحه مناره حتى الساعات الاولى من الصباح، والكشافات مناره والشباب موجود يعبي في المعقمات ويجهز لي المراكز والمستشفيات وغرف الطوارئ. كانت مجهودات مقدرة، نتمنى من جديد تضافر الجهود الشبابي حتى أنه نطلع من هذه الموجة وهذه الجائحة بأقل الخسائر. معي هاتف، ألو. والله نعم الحال الحمد لله، بالرغم من أحزان وإصابات ووفيات. هاي. تعرف عليك ومتصل علينا من وين؟ محمد من الثورة أنا. محمد من الثورة ومن درمان؟ هاي نعم هاي. أهلا تفضل يا محمد. محمد نسمعك، ماذا تقول عن التجمعات في الأفراح والأطراح وعدم الالتزام بالموجهات الصحية وتزايد الحالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا؟ تفضل. أيوه، أول شيء ذكي أنا يعني رمضان اللي فات كنت مصاب بمرض كورونا، وبلغت عنها في الوضعيات ودوني بروتوكول صحي، والمهم حتى البروتوكول ده يعني تعرفت على عياد بلدية أكثر من هنا، والحمد لله بقيت كويس رغم نمر السكري. الحمد لله رب العالمين. لكن لا 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 أنا ما كثرتني كورونا، أنا كثرتني قبل العملية البلدية. لأن أنا مزول من أسرة فيها سبعة. كتلتك كيف وأنت بتتكلم معي الآن يا محمد؟ أنا أوريك كتلتني كيف. أنا مزول من أسرة فيها سبعة. وشغلي كان وقف. اتفقت اتكفف الناس عشان أعيش. لأنه كان ما عندي مجال شغل، خاصة إن أنا شغال في مجال المناسبات وفي المجال الزي ده. وقفوا البلد نهائي، اضطرينا إحنا الواحد فينا يتدين سبعة أنفار. ما في شغل في البلد، اضطريت اني اتدين عشان انا اقدر اعيش. وفي النهايه جاء الانتشار نزل، وحتى الانتشار بدا، واول حاجه قاموا قفلوها، قفلوا الصالات وقفلوا الشغل وقفلوا المناسبات وقفلوا الحاجه زي دي، في حين انه الليله المساجد مفتوحه والانتشار نسبته يكون اعلى. كانوا الناس متلاصقين الانتشار دي، ممكن تلزم الناس الكمامه، ممكن تلزم الناس بانه جميل. يعني نحن محمد ما تمشي سريع، انا احشي معك نقطه. ممكن تلزم بأمانة بشفافية يكونوا واضحين، ممكن تلزم معازيم في صالة الأفراح بأنه يتباعدوا متر من بعض ويرتدوا الكمامة لساحتين في مناسبة هم جايين يحضروها، حفل وعروس وكده. أنا أسأل على الترابيزة بشكل كده أنفاق بقعد فيها أربعة. أنت سمعت كلامي؟ بتقدر ما هو التباعد الاجتماعي لبعد متر في المساجد تطبقت يا محمد، تطبقت زينا نقارن ما بين المساجد، رغم اني اختلف معك في المقارنه تماما، ممكن تطبق في المساجد في انه يكون في متر بين المصلي والاخر بالكمامه في الخمس دقائق او العشر دقائق وقت الصلاه. لكن انت اذا كان بتقدر على الحاجه دي، ما تجربه جميله والله، نحن كمان نعممها ونرفعها حتى لولايه الخرطوم، عندنا نموذج. هل انت بتقدر تطبق التباعد الاجتماعي متر بين المعازيم داخل الصاله وارتداء الكمامات؟ يا ابني في حاجه واحده، انت تطبق ليه في المساجد؟ تطبق ليه الكلام ده؟ ما حيطبق. معلش محمد، انا بتكلم عن تطبيق الاستراطات الصحيه من اجل حمايه المواطن. انا ما داير احقق في انه ليه فتحوا صاله وليه قفلوا مسجد، انا حلقتي ما تحقيق، انا حلقتي في انه نطبق الاشتراطات. اذا كان احنا بنقدر نطبق الاشتراطات لا مانع،
اذا انت بتقدر تطبقها ما تغارن، معليش انا ما في موضع مقارنه الان، لكن نحن هدفنا حتى في المساجد نطبق الاشتراطات. نحن انا وانت بواقع وبمنطق، بواقع وبمنطق نقدر نطبق الاشتراطات داخل المساجد، ولكن يصعب جدا تطبيقها داخل صالات المناسبات. انت مقتنع تماما بجواك بالحاجه دي، لكن اذا ممكن تطبقها على ارض الواقع ويلكم، قول لي حنطبقها كيف، واقود مبادره ونقعد مع والي الخرطوم ونخليه يعيد فتح الصالات من جديد. الاول شيء لازم لعدد مسجدين معين. ثانيا الترابيزه ممكن انا اقعد فيها اربع كراسي فقط بعدين. طيب الترابيزه بينه وبين الترابيزه الثانيه كم مسافه؟ ممكن تكون الترابيزه مسافه مثل ايوه ممكن يعني اوكي تمام ممكن تمام بس يوزع على المحيين ما يفوت 200 نفر ما يفوت 200 نفر يعني الصاله ما تفوت 200 نفر ممكن ده كله ممكن يتعمل لكن انا في الصاله ما حيكون في رخص في الصاله يعني ما في رقيص كده في الصاله ما في ممكن أنا ممنوع ممكن انا كل الحاجات ممكن انا هناك ممكن كلها ممكن انا طيب بتمنع انه ما يباركوا للعريس والعروس لا ده احنا في السودان هنا ممكن نمنع الحاجه قاعده الناس ما قدروا حتى لو باركت ما في معظمات مليون حاجه قاعده يا 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 محمد خلونا نتكلم باشياء واقعيه انت قد تكون تضررت من الـ 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 الاغلاق الصالات لكن اقول لك حاجه وما تزعل مني هم ذاتهم المواطنين ما مطبقين الموضوع ده يعني انت هسه زعلان ساكت هم ما مطبقين صح اتقفلت الصالات لكن انتوا نفسكم بتنقلوا الصيوان والكراسي والترابيز وكده بيكون التجمع في البيت انت شغلكم ما وقف بالمناسبه الى الان لا انا الليله ما شغلت مجال الصالات بس ما شغلي في مجال المناسبات كلها يعني في صاله انا عندي شغل في صاله شغلي وقف لكن اقول لك حاجه معلومه غير الشغل لانه احنا الان محمد خلينا نتكلم بطريقه علميه وبطريقه الجاده، نحن الان بنحاول نعالج التجمعات في مواقع المواصلات، بنحاول نعالج التجمعات داخل في الافران اللي الناس دار تاكل منها العيش، خلينا نعالج التجمعات كيف اللي حتتم داخل المساجد اللي الناس بتقضي فيها شعائر العبادة خلينا شوية موضوع الأعراس والأفراح يعني أنا كويس الدولة تقنعني إنه أنا هعمل كذا الحاجات دي أنا هحلها طيب تمام أنا همشي معاك لقدام شوية أنت الآن ذكرت إنه أنت داير أنت ممكن تعزم لي 200 نفر بس وحتوفر الاشتراطات دي ال 200 نفر انت حتعزمهم حتاخذ مني نفس التكلفه اللي حتاخذها لو عازم لي 1200 نفر في اقل صاله في الخرطوم. طبعا بديهي ما ممكن. كيف ما ممكن؟ انا هناك ما عندي تكلفه بتاعت وجبات لا 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 اقول لك هسه انا الليله لو جيتك واقول لك والله يا اخي انا بالعكس حترفع علي السعر، حتقول لي والله الصاله دي مثلا لو باخذ فيها 35000 حاخذ لك فيها 40000 لانه مطبق فيها اشتراطات صحيه. بالعكس انا مجبور الكلام ما يكون على الاعلام يا محمد الكلام ما على الاعلام انا مواطنه زيي وزيك بمشي المناسبات وبمشي الاعراس وبمشي العزاءات وبمشي السوق وبمشي بجيب في شارع المواصلات انا شايفه وانا شايفه اقول لك حاجه نحن الصالات ذاته نحن كاطباء الصالات دي بالنسبه لنا غير الكورونا فيها انتشار لكثير جدا من الامراض وانا على المستوى الشخصي بكون حذره جدا في فتره الشتاء ما اختلط بالناس في الصالات لانه امراض الشتاء واحده من الحاجات اختلاط الناس انفاسها مع بعض تهويه ما في دي في اشكال انا ما ادري اتكلم خذ عشان الناس ما تاخذ مني موقف ثاني خلينا نتكلم في اطار موضوعنا التجمعات في الافراح انا على مستوى مهنيتي الاخرى ليس الاعلام بقول انه التجمعات ممنوعه دي حاجة ربنا بيسألني منها وإذا كانت يعني لابد من تكون فيبدو أن تكون بالإشتراطات الصحية وفي حدود ضيقة جدا ولابد من تكون دي الإجبارية في صف العيش الإجبارية في صف الوقود بالمناسبة الوقود نفسه قاعد يكون قاعد في عربيته الناس بيكون راكبة في موقف عرباته في الصف ومتجمعين في الظل بجم 6 شاي إذا كان لابد تجمع مع زول مريض في المستشفيات وفي الطوارئ التزام بالمشتراطات لكن على المستوى الشخصي بعيد عن المهنية الإعلامية التجمع مرفوض تماما في الأعراس مرفوض تماما في الأطراح مرفوض تماما في بيوت العزاء الناس ما في كلام ده أيوة
يبقى ان احنا ما مقصودين بك، ما قصدين انك انت، ما قصدين انت ولا قصدين، لكن محمد التجمعات فقدتنا كثير. ايوه استاذه، عندنا اقول لك حاجه، عندنا اقول لك حاجه، عندنا اقول لك حاجه استاذه، في الدكتور بتاع الوضعيات مزوله في الوضعيات، جاب لكم بعض الايام في التلفزيون انا حضرتها. بيتكلم عن انه عدد الحالات في اليوم قاعد في انتشار مجتمعي صغير، عدد الحالات في اليوم بفوق ال 300 وشويه حاله. ايوه. يعني انه قالت حاجه واحده غريبه جدا. قالت لما المدير سالها قال لها يعني عدد الحالات اللي بتجي تعبانه في المستشفيات كم؟ قالت له بكون في حدود ال 20 25 حاله. البيجي تعبان، البيجي تعبان. البيجي تعبان، طيب العدد الكبير ده من وين ده؟ ما تعبان، العدد ما... لا 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 اقول لك محمد انت ساكن وين؟ في الثوره مش كده؟ انا بقدم لك دعوه رغم انها هي ما جميله. حقدم لك دعوه لزياره مراكز العزل في ام درمان. النوفة فتحوها مركز عزل، ومحمد الامين حامد من الاخبار المؤسفه والمحزن مركز عزل للاطفال لاول مره في جائحه ثانيه لكورونا، ومستشفى ام درمان فيها مركز اول اتفتح للعزل وتم الحاق 40 سرير ثانوي و25 سرير اولي. كويس. الحالات اللي بتتكلم عنها حالات حرجه، هي دي حالات ثانويه وعلاجها فقط بالاكسجين فقط والعنايه المركزه، دي الحالات الخطره، لكن الحالات العاديه كثيره جدا. وانا اقول لك وعن يعني من داخل موقع الحدث، ما مسك ورقه وقلم مسك ارقام، لكن ال 300 عدد اللي قالته الدكتوره انا بقول لك هو اكثر منها العدد، لانه عندنا بيجونا في الطوارئ لما نحس انه هو مشتبه بيسوقوه اولاده او بيسوقوه اخوانه بيمرقوا حتى ما بيسجل حضور. فيلا ما حدثت عنه الدكتوره صحيح، ما متنافي، في حالات صعبه جدا دي بتكون حرجه، ممكن تاخذ 25 20 10 حالات في اليوم، لكن الحالات الاوليه حالات كثيره جدا. اكلفك بس اركب مواصلات اصل مستشفى الشعب وتكتفي فقط بمستشفى الشعب. المذيع لما سأله قالت له النسبه الاكبر عندنا بتجينا من الناس المسافرين، الناس اللي بتعمل لهم فحوصات مسافرين، وهنا اساسا الواحد متحرك عادي ونايم ما عاد عنده كورونا. ايوه، ما ده الانتشار المجتمعي، هسه الزوله دي ما قالت كلام متناقض، ده الانتشار المجتمعي. ايوه. ده ما كلام كويس يعني. دي ما الخطوره، لكن ده ما كلام كويس. محمد ايوه وللاسف الشديد لانه نحن كمجتمع ما عندنا ثقافه، نحن اقول لك احنا العيان لما يجي اذا حس عنده اعراض بتاعه كورونا بزاوق، بيقول لك كتفي واجعني، بيقول لك يدي واجعاني، عندي ملاريا، ويمشي وعارف ما عنده ملاريا، عشان شنو؟ عشان ما يقولوا عندك كورونا، لانه الى الان في بصمه عارف المجتمع انه فلان مصاب بكورونا. محمد انا ما داير اطلع من نمط البرنامج الاصلي، لكن نحن عندنا اصابات مجتمعيه، واخطر الناس الحاملين هم السليمين ظاهريا، اللي بيكتشفوا لما يكونوا مسافرين، واللي بيكتشفوا عن طريق الصدفه، لانه ممكن يكونوا اذوا كل الناس اللي حواليهم. انت عارف لو جاك واحد سليم ظاهريا بالشكل العام، ده سليم ظاهريا في صالة أفراح، ال 1300 يكونوا مصابين بعصبين، وإذا مقاومتهم عالية ما حتظهر عليهم ال 1300 أعراض، مجرد ما تحصل لهم مشكلة لقدام حتظهر أعراض. شوف من يدخلوا الصالة لحد ما يمشوا حيعادوا كم نفر. الكلام اللي قالته الدكتورة أنا ما عارفة هي منه، لكن كلام كله كان صحيح، كلام في محله. نحن حالاتنا الحرجة قليلة، لا، ولأنه الحالات الحرجة الكبيرة ما قاعد تجي. ولو تابعت حلقتي دي لحد نهايتها حتنضم لنا دكتور رهيبة مدير تعزيز الصحة، وحينضم لنا دكتور خالد مدير مركز الطوارئ والاستجابة، وفي انتظار هيئة الطب العدلي أيضا أن تنضم لنا في هذه الحلقة وندورينا شكل الوفيات بتتم كيف، وتورينا شكل الوفيات اللي ما بيتم حتى التبليغ عنها وبيفاجئوا بها هم في أثناء الدفن في أنها هي شكل الأعراض كانت إصابة كورونا. محمد أنا شاكرة لاتصالك، وأتمنى أنه يعني ربنا يديك الصحة والعافية وترجع بلدنا زي ما كانت زمان، ونستمتع بليالي المناسبات والأفراح والمناسبات الجميلة. لكن إذا لم نلتزم بالموجهات في هذه الموجة، من المؤسف أنه كلنا ممكن ما نحضر السنة الجاية والعام الجاي اللي احنا بنتكلم عنه. شكرا جزيلا لاتصالك محمد، شكرا. معليش يعني أنا لو يعني ما عارفة أقول شنو، لكن محمد كان بيقول في كلام خطير جدا. يعني محمد بيقول في حاجات أنا بفتكر ما واقعية، ما بتطبق عندنا في السودان، واقعنا ما بيقبلها، نحن ذاتنا ما بنقبلها.
هيعقل انه زول يمشي صاله مناسبات عشان يلاقي الناس ويسلم عليهم ويفرق ويرقص ويبارك للعروسين، يكون قاعد على بعد متر من الترابيزه الثانيه ويكون بينه وبين الثاني متر ويقول له والله فنان حيغني لكن انت ما ممنوع تقوم تكون في ساحه الرقص وممنوع تبارك للعروسين اللي انت جيتهم كده؟ اي زول سمع الكلام ده يخط كده في راسه، هل يعقل انه يمكن؟ بعدين انا بحيي كل الزملاء الاعلاميين وبحيي كل الزملاء الأطباء وكل الكوادر الأطبية والصحية العاملة في مجال التوعية والتثقيف بجائحة كورونا، وهي خاصة جدا لأخواننا في الوبائيات، إذا كان على المستوى الاتحادي برئاسة أخونا دكتورة دهاني أو إذا كان على المستوى الولائي برئاسة أخونا دكتور نادر. كل الناس دي ما قاعد يقولوا معلومات مغلوطة ولا قاعد يقولوا معلومات فيها نوع من الدزديز، الناس دول واضحين شديد، في كورونا في كورونا، في موت في موت، احترسوا لو ما احترستوا حتموتوا، كلام واضح حار لكن كان واضح. ما دسوا كلام اللي قاله محمد عن انا ما عارفه هي منو، لكن كلام كان واضح، والله عندنا حالات فاقت 300 لكن الحرجه كم؟ 20. يعني انا ما اعرف محمد داير ال 300 يكونوا حاله حرجه عشان ال 300 ميتوا منه 250 حاله حرجه، تعني انه عنايه مركزه، تعني انه اكسجين، تعني انه اجهزه للحياه، وتنعدم الأجهزة وتنعدم أسرة العنايات المركزة. وكده يزو يرجع بذاكرته يومين ثلاثة بس ولا بعيد، يومين ثلاثة كان عندنا مشكلة كبيرة وانعدمت فيها العنايات المركزة، وفي بعض المستشفيات الخاصة وصلت غرفة العناية المركزة لنص مليار جنيه في اليوم. ده دلالة على شنو؟ على إنه نحن عندنا حالات حرجة كثيرة جدا موجودة في المستشفيات. نحن انتشارنا مجتمعي وهي ما يعني كلامه ما تعارض، وانتشارنا مجتمعي أغلب الشباب الآن الماشين هم سليمين، مجرد ما يمشوا للفحص عن طريق سفر أو لصدفة ما بتظهر عندهم هم بوزيتيف للكوفيد 19. ما عندهم اعراض، معناتها خطرين جدا. يعني احنا عندنا لو جاء زول واحد سليم ظاهريا كده لفه في الحوش ده كلنا حنكون نحن حاله اشتباه، والملاحته قليله ممكن يمرض وتظهر عليه اعراض قبل المرض. محمد ربنا يعني يديك الصحه والعافيه، وخلينا ما نقارن بين الآخرين، خلينا نسهم كلنا مع بعض لحماية أهلنا وأسرنا وآبائنا وأمهاتنا من الإصابة بفيروس كورونا. هاتف آخر، ألو. سمو العايز رجعنا تاني من الشد والجذب اللي احنا كنا فيه، وتحية خاصة جدا لحواء السودان المرأة المناضلة الجميلة، وتحية جميلة وطيبة وصباحية لكورال الأحفاد وحضور أنيق عبر هذه الحلقة وهذه الأغنية واللحن الجميل. نتابع كورال الأحفاد ونرجع نتواصل معكم. I'm not afraid to die.
شكرا كارا على الاحفاد، ونتواصل مع كل المتابعين والحديث عن الالتزام بالاشتراطات الصحيه للحد من انتشار جائحه كورونا. ينضم الينا الان عبر الهاتف دكتور خالد محمد زين، مدير مركز الطوارئ والاستجابه وزاره الصحه ولايه الخرطوم. دكتور خالد اهلا بك وصباح الخير عليك وحبابك عشرة عبر صباح الجمعه على فضائيه الخرطوم. صباح الخير عليكم والخير على كل المستمعين، حييكم في هذا الصباح الجميل المبارك يوم الجمعة، يوم مبارك عليكم إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. دكتور خالد، ونحن نتحدث عن الاشتراطات الصحية ودور المجتمع في تطبيق هذه الاشتراطات، وتحدثنا في الفقرة الأولى مع دكتورة عبير أبو جبل عن توفير الإمداد الدوائي لمراكز العزل. نتحدث الآن عن الموقف الصحي بشكل عام، وماذا تقول وأنت مدير مركز الطوارئ والاستجابة وزارة الصحة الخرطوم؟ في الأساس طبعا المسألة بتاعت الاشتراطات والاحترازات الصحية دي أصبحت الآن مسؤولية مجتمع وليس مسؤولية دولة بالأساس يعني. الآن المجتمع يدافع عن نفسه باستماتة هذا المرض وأن ينفذ هذه الاشتراطات وأن يرعى تنفيذها حتى على الدولة. أعني أنه يعني منع التجمعات حتى في الأسر وفي الـ في الـ في الأحياء وفي الـ في في كل فنادق العزاء والأفراح، ويجب على أهل كل بيت وأهل كل منطقة وأهل كل مسجد أن يروا التباعد وأن يكون كل المتواجدين يحتضروا كماماتهم، فهي أصبحت خط الدفاع الأول في حالة عدم وجود الدواء يعني. لأنه أصبحت الكمامة هي الحاجة الدرع الأول الذي يمنع. ومنع حركة الناس حتى خلال الأحياء أو خلال المناطق بحركة دون ضرورة اللي هي زي ما نحن بنسميها، أصبحت تسري في بعض المناطق في الخرطوم، أصبحت تستعمل نظام الدروع، أي مناطق المغلقة تماما بحالة أنه هم لا يعني ما بيعتبروا ممر أو مكان أو حركة أو تجمع أو كده، هم بيقفلوا منطقتهم تماما ودون الدخول والخروج منها، وبيقوموا هم بخدمات البقية يعني، يقوم البعض بخدمات البقية. يجب أن نقف أمام هذا المرض بكل جدية، وهو يعني مرض أصبح فتاك بالإضافة للشتاء و يعني دكتور خالد، قبل قليل تواصل معي واحد من المشاهدين وكان من حديثه، لا اتهمه، لكن من معنى حديثه في انه والله انتم بتقولوا في زياده حالات وثاني بتقولوا ما في حالات وثاني بتقولوا في حالات حرجه وما. انا رديت بانه والله نحن بندعوك لزياره واحد من مراكز العزل، اذا كانت في ام درمان او اذا كان فقط اكتفيت بمركز الشعب، لكن انت بتقول ترد عليه وتقول شنو يعني؟ والله شوفي، الزيادة في الحالات حاجة ما مستغربة يعني، حتى في الشتاء ده حتى الانفلونزا البحة والنزلة العادية دي بتزيد، ما بتكون بنفس المستوى في زي ما كانت في الصيف أو في فترات الخريف أو في صحيح. وهو زي ما قلنا يا جماعة، هو فيروس بتاع انفلونزا عادي، كل ما في الموضوع إنه نحن جهازنا بتاع المقاومة ما تكيف عليه الفيروس، فبقى قدرته على الانتشار والفتك والإعياء عالية جدا. لكن في بعض الناس هسه بيمشوا بيفحصوا على أساس إنهم يسافروا وبتتلاقي إنهم كورونا هم ما بيشكوا من أعراض، فمعناها جهاز المناعة في بعض الناس بدأ يتكيف يعني، بدأ يكون شايل الفيروس وما مرض، وفي ناس بيشيلوا الفيروس وبيمرضوا شوية وما بيضطروا يمشوا مراكز عزل ولا أي حاجة، بيشتكيلها نزلة أو ملاريا وبيمشي. وفي ناس للأسف يعني جهاز المناعة بتاعهم ما تكيف على الحكاية دي، والحكاية دي بضمرات يعني أو ضعف في الجهاز ده، أمورهم بتتدهور يعني. فده شيء طبيعي. حكاية إنه في زيادة مش في الكورونا بس،
وفي الملاريا وفي الانفلونزا وفي كل الامراض الثانيه، لانه البدايه دخول الشتاء مساله حرجه جدا لجهاز المناعه، وده واحد من الاسباب. يمكن ذاته فصل الشتاء واحد من الحاجات اللي خلت انه الجائحه المره الثانيه تكون اقوى من الاولى يعني. بالتاكيد بالتاكيد، في النهايه فيروس انفلونزا يعني ما في اثنين ثلاثه يعني. اما بالنسبه لزياده الحالات فشيء زيه زي كل الحالات الثانيه، في الخريف حالات المرايه بتزيد، وفي الشتاء حالات الانفلونزا بتزيد. في كل الدنيا في واحد من الامراض اللي هي بتصيب المجتمع بيكون فيها زياده في فتره معينه، وبعد ذلك بيحصل لها ريدكشن او نقصان حسب تكيف الناس وعلى الحكايه. نفس الشيء الكورونا، لكن بس الكورونا نحن بالنسبه لنا خطورتها في انها نحن ما جهاز المناعه بتاعنا غير متكيف عليها، فبالتالي مغامره بالنسبه للناس اللي عندهم امراض، والناس الكبار والناس والناس اللي ما متكيفين مع الحكاية دي، فبيكون النهاية بتاعتها قد تكون يعني سيئة. أيوة العاقبة سيئة للوفاة. ونحن والله يا دكتور خالد ما شاهدناه في الأسابيع الماضية من فقد لعزيزين علينا، يمكن كان آخر الناس اللي فقدناهم بروف الساعوري، يمكن بروفيسورات وأعلام في مجال الطب والعلوم فقدناهم بالإصابة بجائحة كورونا. بالضبط كده، الساعوري وحمد الريح، صادق المهدي، اعلام المجتمع السوداني. أيوة. وناس يعني كانوا جزء من التاريخ هذا الوطن في الفتره الاخيره في كل النواحي، سواء كان في العلم او الفن او السياسه او الادب. فاللي بيقول لك ما انتشرت اهو على هي على اعلى المستويات منتشر. يعني فقد ناس زي ديل في فتره بتاعت اسبوع، واخرين يعني ما ذكرناهم ألم كبير يعني، وفقد يعني كبير، لكن لا يعني نزكيهم على الله، لكن هو ده وضعنا، لازم نحن نقترح تماما ونساهم كلنا في انه نحمي نفسنا من الاصابه بفيروس كورونا. دكتور خالد، رساله اخيره لكل المشاهدين اللي تابعوك عبر هذا الصباح. رسالتي الأخيرة يعني بكرر، كمامتك لازم تلبسها، يدينك لازم تغسلهم، لازم تحفظ المسافة بينك وبين غيرك، خليك حريص إنك ما تتحرك إلا للضرورة، ولا تكون قاعد في منطقة زحمة إلا بكمامة. لما ترجع البيت خليك حريص على إنه تغسل يديك قبل ما تتعامل مع بقية ناس البيت، وحافظوا على نفسكم. يا جماعه نحن في وضع قد يكون قريب لوضع الحرب، فلازم نكون على استعداد، ولازم نكون على حذر، ولازم نكون قدر المسؤوليه. انت ممكن ما تجيك حاجه، لكن ممكن تكون سبب في وفاه انسان ثاني عزيز عليك. صحيح. فما افتكر انه في زول عاوز يكون في موقف زي ده، ما في زول حريص على انه يكون سبب في وفاه انسان سواء كان عزيز او حتى ما بيعرف. نتمنى الجميع لتطبيق الاشتراطات من اجل حمايه انفسهم. شكرا لك كثير دكتور خالد محمد زين، مدير مركز الطوارئ والاستجابه بوزاره الصحه الخرطوم، انضمامك لنا عبر هذا الصباح وحديثك القيم عن فيروس كورونا والوضع الصحي في البلاد والاهتمام بتطبيق الموجهات. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا لكم الناس اللي تابعونا في الجزئيه دي. في حته مهمه انه استخدام الكمامات يعني شيء مهم، وتناول الاشياء الدافئه، وانا شاكره لزميلي بكري عبد الرحمن اللي مداني بكوب الشاي الدافي. يمكن بكري شافني بتكلم عن الكورونا وعن الفيروس الكورونا وكده، فتذكرني في انه والله شرب الدافي الاشياء الدافئه برضه ممكن تقلل من الاصابه بفيروس الكورونا وتحمي جفاف الحلق اللي ممكن يكون سبب اساسي برضه من الاسباب اللي ممكن تكون مسببه لي او مهيئه للجو المناسب لفيروس كورونا. نتواصل معاكم، عندنا فاصل إعلاني ونجي راجعين، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية
شركة بتفتح مليون باب وبرضو كمان من كاش باب. هاك بطاقة تملعك بالطاقة كل ما تشخط كده تديها لك القبط الجد عبيها والخبر الهايل. شوف تطبيقنا على الموبايل في كل حاجة حتحتاجها حياتك أسهل خدمات أكبر ودايما أكثر. كاش باب من بنك النيل. نئو رياض ومدارس حفيدة الرحاب الخاصة بنين وبنات أولياء الأمور والأسر الكريمة بتفوق أبنائها في امتحانات شهادة الأساس. وصوا بالتهاني المسنئة أن بغين اللذين أحرزا المرتبة الثانية على مستوى الولاية. أحمد النيل عبد الرحمن أحرز 278 والنابغة رؤى أنور العوض أحرزت 278. كما تهنئ النابغة الذي أحرز المرتبة الثانية في العام السابق المغيرة أنور العوض أحرز 278. وتعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد بموقعها الحارة 39 الثورة الأحامدة غرب اسطوب صابرين. وتعلن عن افتتاح مدارسها الجديدة الثورة الحارة 47-54. توفر بيئة مدرسية جاذبة وسائل تعليمية حديثة معلمون متميزون ترحيل آمن متابعة مستمرة رسوم دراسية مريحة مع سهولة في التقسيط. حضانة ورياض ومدارس حفيدة الرحاب الخاصة بنين وبنات اسم يحكي الريادة ويعني التفوق. هواتفنا على الشاشة. بمر للأقمشة من أقدم محلات الأقمشة في سوق أم درمان. كل ما تحتاجه من الملبوسات والأقمشة جرباني أندونيسي قطن مصري وهندي وسويسري زبدة يابانية وأندونيسية كتان تترون صيني أمازون سويسري وألماني مطرز داماس وفاخر بودرة سادة ومشجرة أحذية فساتين سهرات لبسات هندية وكل ما تحتاجه الأسرة العصرية. قمر للأقمشة سوق أم درمان. قمر للأقمشة اسم من ذهب. إدارة مشروع سبل كسب العيش المستدام بولاية الخرطوم تعمل على تأسيس معرض الخرطوم للفنون والذي يستوعب أكثر من 360 شاب وشابة في الصناعات الثقافية الآتية: النحت، التلوين، الطباعة، الأزياء والمنسوجات، التصميم الداخلي والصناعي، أعمال الجلود والقرع والسعف، الخرز والسكسك، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، المشاتل وتصميم وتنسيق الحدائق، الخزف والفخار، فنون المسرح والدراما. للحصول على موقع في هذا المعرض على المتقدم مراعاة الآتي: ألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، إرسال صورة من شهادة الميلاد وشهادة السكن، إرسال السيرة الذاتية المختصرة وصور من الأعمال والمستندات. يقبل التقديم بشكل فردي أو جماعي. ترسل المطلوبات المذكورة على هذا الموقع sudanjob.net. آخر موعد لتقديم الطلبات الثلاثاء 8 ديسمبر 2020. أبشر البنك الزراعي تطبيق على الموبايل بيمكنك من شراء الكهرباء، شحن الرصيد من كل الشبكات، دفع كل معاملاتك المالية، تسديد رسوم الدراسة، الحج والعمرة، الجمارك، تحويل من بطاقة لبطاقة، والمفاجأة تحويل كاش برقم الموبايل عبر الصراف الآلي، واستخدام رمز الاستجابة السريعة لدفع مستلزماتك بأسرع ما يمكن. الخط الساخن 26-20. أبشر. متواصلين عبر صباح الجمعة وفي الساعة الأخيرة نستقبل العديد من
محاورين وفي انتظار انضمام إلينا مدير الدار العامة لتعزيز الصحة وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن الرسائل الإرشادية والتثقيفية والتوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا. بنتواصل معكم وحنمشي الكنترول واحدة من الأغنيات الجميلة للراحل المقيم محمود عبد العزيز مهداة إلى كل المشاهدين وإهداء خاص جدا لزميلنا كشاح. بنقول لك كشاح صباح الخير عليك وربنا ينور عليك إن شاء الله.
أهلا بكم المشاهدين، ونتواصل معكم وحديثنا عن ضرورة الالتزام بالموجهات والإشراطات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا وفيروس كورونا في موجته الثانية. في بداية الحلقة يمكن بديت أسمع هواتف المشاركين، ومحمد من الثورة يعني كان رافض تماما إطلاق الصالات على سقف ومنع التجمعات للأفراح. كان رأي المضاد له تماما ولاية الخرطوم أعلنت عن قرار لإغلاق الصالات ومنع إقامة المناسبات العامة والخاصة إذا كانت أفراح أو كذلك الأطراح. لكن الشيء المؤسف حتى مساء الأمس نسمع أصوات الميكروفونات داخل الأحياء بالحفلات، التجمعات موجودة في سراديب العزاء، وزي ما انا قلت ان احنا ناس من المجتمع، يعني انا وانت واللي موجود خلف الكاميرا الان بيعرف والله لو في بيت عزاء انت لازم تمشي، لو انت ما مشيت يعني غيرك حيمشي لانه ناس العزاء حيلوموه ليه فلان ما جانا، ما دي الناس كلها قاعد تجينا انت ليه ما جيتنا. يبقى نحن خلينا نبدا اي زول بنفسه، يا جماعه عليكم الله اللي بيحصل له عزاء في الايام دي يحفي الناس. زمان قاعدين نقول الناس خلوا المشاوير وخلوا التجمعات وكذا وركزوا على التلفونات وقالوا دي من الحاجات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وللطفرة الكبيرة اللي حدثت في مجال الاتصالات، لكن والله أقول دي واحدة من النعم اللي ربنا أنعمنا عليها، يعني خلونا نستغلها استغلال صح. ما هو في النهاية أنت جاي تعزيني عشان تواسيني عشان تقولي ربنا يلزم كم الصبر، ربنا ينزل البركة في أولادك أو في أولادك كذا، ممكن تقول لي بالهاتف شرمام رشيد قد أنا أكون فقدت زوجي أو فقدت زوجتي، لكن أنت لما تجيني ممكن أفقد نفسي وأفقد أولادي برضو. خلونا نتعامل بالتفاصيل دي أقلها في ظل الموجة دي وفي ظل الجائحة اللي نتمنى أنه نطلع منها نحن سالمين، رغم أنه ما نراه الآن يعني نحن متوقعين في أي يوم ممكن تقول أنت مصاب وأي يوم ممكن تكون أنت ما موجود. العزة يا ريت لو كان عبر الهاتف يقبل عشان ما تكون في عداءات بيننا. أنا ما داير أجيك لأنه مش ما داير أجيك لأنه جيتي خطر عليك، أمسكها بالجانب ده. لو أنا قلت والله يا جماعة يتوفى لي أمي أو أبوي، يتوفى عزيز علي، لكن العزاء بالمغابر وأكتفي فقط باستقبال التلفون. في اليوم الأول بيشوفه صعب والمرة الأولى بيشوفه صعب، لكن الثاني بعد شوية الناس بيكون الموضوع ده عادي وبيعزب التلفون، بتكون حميت نفسك وحميت اللي أنت ماشي ليه شر الإصابة بهذا الفيروس اللعين. معي هاتف. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. مشاهدين والله نحن في نعمة الحمد لله. الحمد لله دوما إن شاء الله. طارق عبد العظيم من الشمالية المحطة. طارق عبد العظيم من الشمالية، لمبيك يا طارق تفضل. رامي أهلا يا رامي، تحية ليك وتحية لكل أهلنا في الشمالية وصباحات جميلة. صباح القراصة مش كده؟ القراصة واللمة لسه أنتوا قاعد تتلموا ولا خلاص بقى يزول يفطر براو؟ لا احنا لسه بنتلمى. لسه بتتلموا؟ شفت اللمه دي ذاتها واحده من المشاكل الان. بتتلموا لابسين كمامات ولا بالعمم كده مكممين ولا بتتلموا ساكت؟ والله زي ما انت عارف طبعا السودانيين دي المستحترين يعني ما كلهم يعني ولا حد فيهم بيلبس الكمامه. ومتخالطين واي حاجه يعني. عندكم اصابات يا رامي في الشماليه؟ ما
والله في الشماليه ما في الا يجينا من الخرطوم من دنقلة حاجات زي كذا، لكن في الشماليه ما في. دنقلة دي وين هي؟ مش في الشماليه برضه؟ في الشماليه لكن احنا بعيدين منها شويه. انتوا اقصى الشمال؟ واردوان. اقصى الشمال. ما في اصابات، لكن انتوا اقصى الشمال تقريبا قريبين جدا من مناطق العبور مش كده؟ ايوه. هل هنالك تطبيق للاشتراطات الصحيه من المواطنين؟ انتوا منطقه بتاعت منطقه حدوديه يعني من المناطق الخطره جدا. نعم نعم نعم. هذا اي وقاية وما في، يعني الناس دي ممكن تجي تعبور وتجي من وادي حلفه ممكن يجي خاشين يعني الحكومه دي يعني ما شايفه شغلها. ما في اي اشتراطات صحيه من لا. حكومه الولايه الشماليه وما في اي تحوطات صحيه؟ ما في ما في يعني شفت طبيب بيجاهل بالمرض يعني. دي نقطة أتمنى إنه المسؤولين الآن يتابعونا ونحن بنرفعها مباشرة. إذا كانت الولاية الشمالية هي بوابة الشمال للداخل للسودان وتفتقد تماما الحماية على لسانك إذا كنت صادق، فيبقى دي واحدة من الكوارث الحقيقية اللي نحن حتواجهنا في القريب العاجل جدا يعني. الله يجزاك إن شاء الله. طيب إذا حكومة وما في اشتراطات حكومية أو ما في ضوابط وضعتها الحكومة، أنتم كمواطنين في الولاية عملتوا شنو عشان تحموا نفسكم؟ والله احنا كدورنا نحن والله بنناشد ونعتزم المجتمع انه الناس دي يعني بتعمل مسافه بينه وبين الشخص الثاني. عارفين دي دايريه قوي من جهه الحكومه يعني. انا كشباب بقيت بنلف العظيم هم بيمشوا بكلامنا. شكرا لك يا رامي، شكرا لاتصالك. الله يديك العافيه، تسلم ان شاء الله. كلام رامي ده مؤشر خطير جدا، ناقص الخطر يدق في الولاية الشمالية إذا كان ما ذكره صحيح، فإنه ما في رقابة وما في متابعة، بالرغم إن أنا بعلم تماما إنه إذا أنت قائد من دول الجوار اللي بتشترك في حدود مع الولاية الشمالية إذا ما سمينا الدول ما بتدخل إلا تكون عندك الفحص نيجاتيف، وثيقة بتاعت فحص نيجاتيف لكورونا، وكذلك الخارج عبر هذه البوابة للدول المجاورة للسودان وهي هناك إلا هو حامل وثيقة محتمدة تثبت عدم أو تثبت السلبية لفيروس كورونا داخل جسم المسافر. لكن ما ذكروا أنه لا توجد رقابة حكومية، فده كلام غريب، وإذا كان حقيقة فتبقى دي كارثة ويا الجهات المختصة ويا حكومة الولاية الشمالية ويا إدارة الشرطة في الولاية الشمالية، رجاء طبقوا الاشتراطات الصحية من أجل حماية إنسان الولاية، ويا إنسان الولاية التزم بالموجهات الصحية من أجل حماية نفسك ومن أجل حمايتنا، لأن الولاية الشمالية جزء لا يتجزأ من السودان، ولاية يعني مجاورة جدا ومتاخمة لنهر النيل وبيناتهم تعاملات تجارية، انتشار الوباء في نهر النيل يعني انتشاره في شرق السودان وفي الخرطوم، وبالتالي قد ينتشر في كل أرجاء السودان بظهور حالات في الولاية الشمالية، وإذا أو إنه نحن عندنا حالات كثيرة هنا، فيبقى نحن عشان نقلل الحد ده يبقى لازم نلتزم بالموجهات الصحية، يعني ما نقول نحن بعيدين ما بيجينا حاجة، لو جاتكم حاجة نحن برضه بنتأثر وبنتضرر إذا كنا في الوسط أو في الشرق أو في الغرب. معي هاتف، ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. تسلم يا رب. الله يبارك فيك، معك من سنار إن شاء الله. أهلا بك وأهلا بنا سنار، نتعرف عليك. السلام عليك، صباح الخير إن شاء الله. صباحك نور وهنا وسرور يا رب. الله يخليك، تسلم كثير. اتعرف عليك، منو من سنار؟ مشعل عمر. منو؟ مشعل عمر. مشعل؟ اي اهلا بك يا مشعل، اتفضل. الله يخليك، تسلم كثير. الوضع الصحي عندكم كيف في سنار؟ لا تمام والله، الحمد لله في نعمه كثير، نحمد ربنا كثير الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله دائما يا رب. اي ان شاء الله. لكن زعلان من كلام محمد جبيل. ايوه اسمع رايك. هاي زعلان من كلام محمد في انه لا لا اسمه شنو؟ بيتكلم عن انه الصالات ما شغاله بقول قفل الجوامع. هو عن المقارنه ما بينهم ما بين الصالات والمساجد التي تقام فيها شعائر الله سبحانه وتعالى.
هو طبعا حقيقه الموضوع ما فيه نوع من المقارنه، ونحن حتى في المساجد بنقول التزموا بالموجهات. يلا ملتزمين، لازم كلها ملتزمين. والمساجد ذاتها في فتره من الفترات لما نحسوا انه الناس ما ملتزمه وما كده كان تم اغلاقها يعني من اجل حمايه ال تم كل شيء سوينا كله بالضروره كله سوينا. أيوة. الحمد لله. ايوه المقارنه من رغم مرفوضه. الكلام هو غلط. أيوة. لما تبيع هذه مشعل، الحماس اللي فيك وانت زول شاب دان عجبني جدا، وحيخليني اسالك انتوا كشباب بنفس الروح دي بنفس الحماس دي بتجتهدوا في تطبيق الاشتراطات الصحيه في سنار او في منطقتكم تحديدا؟ سنار مكتفين بس الواجب ده بيقوم بيه. الحمد لله بتقوم بيه. شفت الواجب ده ما هو ذاته المشكله، الواجب ده ذاته يا مشعل هو المشكله. لا لا بتقوم بيه وكيف؟ هل بتصطحب معاه كل الموجهات الصحيه لما تقوم بالواجب؟ شنو؟ والله الواجب حافظ الله اختي ما رجع عليه. بالحافظ فيها الله. لكن اقسم بالله العظيم انا وريدي بتعطس انا بتعطس، لسه سوا في البيت قاعدين سوا. بنضحك قال لسه بضحك فيه بضحك فيه عمره سنه. كيف؟ قلت لك ولدي بتعطس انا بتعطس، لسه سوا عمرنا باعتبار عمره هو سنه. لا انا اقصد في انت ذكرت قلت بتقوموا بالواجب، ما نحن هسه احنا موضوعنا دلل كله القيام بالواجب. الواجب بمشي اشارك في العزاء وبشارك في الافراح وبمشي بجيب في صف العيش وبمشي بقضي المناسبات الاجتماعيه او التواصل الاجتماعي وكده. هل الحاجات دي نحن بنعملها ونحن وانتم ملتزمين بالاشتراطات الصحيه بالكمامه بالتباعد الاجتماعي؟ تعرفك لها معلومه خدتها في راسك. يلا هسه الواجب الاجتماعي كونه نمشي للواجب نمشي سوا كلنا نمشي لما كمان ما بنمشي نفر لنا فريد. طيب دي ما مشكلة؟ ما مشكلة والله، في عددنا احنا هسه ما مشكلة، الجائحة اللي فاتت ما في نزول إصابة الحمد لله. لا لكن 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 مشعل اديك لا كلام، يلا اسمع كلامي هنا. يلا بيجي هسه ما عندنا نزول إصابة بحاجة. إن شاء الله ما يتصاب. احنا شلنا لما بنتمنى سوا بنضحك فيه بيت العز ذاته. لكن ما الكلام ده مختلف مع الموجهات اللي قالوها، بعدين الجائحة الأولى بتختلف عن الثانية. اختلاف كبير. يلا غير اديك حاجة أختي. يلا هسي كان في شيء قريب ما بعيد. أنت حسبيها حسابات. هسي بقول لك دواء في الصيدلية ما في. وفي هسي في إعلام بقول لك الدواء في الصيدليات ما في. أيوه. كويس ما؟ يلا. هسي في المخازن بقول لك ما لاقيين عربي محل ننزل فيها بس الناس ال الامدادات الطبيه بقول لك ما لاقيين محل ننزل فيها ما لاقيين شنو؟ محل ننزل فيها الدواء حقهم. يلا احنا في نارات الحمد لله والله ما عندنا انا ما قادر افهم ده ما جبت لي الحاجه دي لي انا ما معلش فهمني اكثر. لا خليها افهمك اكثر دي بعدها فهمها ثاني بس انت اديك حاجه يا استاذه. لا ما انا بتناقش معاك يعني انت ذكرت لي الدواء، هل يعني انتوا عشان عندكم دواء متوفر مثلا ممكن تمشوا عادي ما عندكم مشكله؟ ما عندنا. طيب دواء ما عندنا. طيب ها كويس معك، لكن هسه حاليا في الوضع الراهي انه مواطنين في النار الحمد لله ما عندنا اي زور كده بقول عنده كورونا دي ما في لك. انا سوالك ناس اللهم صل حبيب الله يتوارك ناس ال طيب ان شاء الله ما تجيكم كورونا يا مشعل كلام زي ده. لكن ان شاء الله ما تجيكم كورونا، لكن ما ذكرته انت بيأشر على عدم الالتزام بالمواجهات الصحيه. يعني نتمنى انه انسان في سنار يلتزم بالمواجهات الصحيه، حتى لو دار تقضي الواجب زي ما قال مشعل امشوا افراد وليس جماعات، امشوا في اوقات متباعده اذا كان ولا بد انه تمشوا امشوا في اوقات متباعده، قللوا الزحام، استخدموا الكمامات، عقموا الايادي بالماء والصابون، الصابون العادي ده. احنا عكسنا الكلام ده، احنا في الزحام لما بغادي. ما لكن الكلام ده ما جميل يا مشعل، انت عايز توصل لنا شنو؟ انه احنا عندنا زحام وما في كورونا، يعني انت داير انه بعد تجيكم كورونا حتى انا اقول لك؟ انا ما قادر افهم انت عايز توصل معي لشنو يعني؟ انا 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 تماما انا فهمت رايك شكرا. انت بتقول والله عندكم زحام وما جاتكم كورونا، انا وكل العالم الزحام واحده من الطرق اللي بتنقل فيروس كورونا، لتجنب الانتقال
للفيروس نحن بنقول قللوا الزحام. واحدة من الاشتراطات الصحية منع التجمعات في الأعراس والأطراح، منع التجمعات في المواصلات العامة، ارتداء الكمامات، تقليل كانت نسبة العمالة في المؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50%. ده دليل على أنه الزحام واحدة من الأشياء التي تنقل فيروس كورونا. هنتواصل معك، هنمشي الكنترول مشاهدنا الكريم ونجي راجعين، خليك معنا. قال لي لا 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 هذا قبول يراغبني وشال حبه
عدي بينه وعدي بينه يا مرام عدي بينه وعدي بينه يا مرام عدي بينه وعدي بينه يا مرام هلا 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 عدي بينه عدي بينه يا ريت عدي بينه يا ريس المركب قبل الشباب تركب يا ريس يا ريس المركب قبل الشباب تركب يا ريس عدي بينا عدي بينا يا ريس للشباب اركب اصل وكب ارحب يا ريس الشباب اركب اصل وكره ارحب يا ريت عدي بينا عدي بينا وعدي بينا يا ورق عدي بينا وعدي بينا يا ورق عدي بينا وعدي بينا يا ورق عدي ممكن عدي وقت اليوني حينا صلوا بيض يا جماعة صلاح واللي حييك عبر هذا الصباح ويمكن صلاح كان واحد من الضيوف الاعزاء عبر نجم الجمعه وايضا حي الزميله يمكن زمن طويل احنا ما تقابلنا مجد حسن لك صباح الخير وجمعه مباركه عليك والتحايا نبعثها ايضا للرجل البحراوي مقرونة بتمنياتنا له بدوام الصحه والعافيه النور الجيلاني كل التحايا لك ولأسرتك الكريمة بأبو حليمة بنقول لك ربنا يمتعك إن شاء الله بالصحة والعافية ونتمنى نرجع من جديد ونسمع الصوت الشقي الجميل والكلمات الحلوة والنقم الجميل عبر أعمالك المتميزة. بنتواصل مع كل المتابعين عبر صباح الجمعة يمكن إحنا قاربنا للنهاية وصلنا للنصف ساعة الأخير من صباح الجمعة كنت أتمنى إنه أسمع مبادرات شبابية مع العلم أنه كثير جدا من الشباب الآن يعمل في خط الدفاع الأول لحد من انتشار جائحة كورونا موجودين في مراكز العزل وموجودين في الأحياء وموجودين في المراكز من أجل التوعية والتثقيف وموجودين أيضا في أروقة وزارة الصحة عبر قسم الشراكات. معنا هاتف ألو الو السلام عليكم استاذة. وعليكم السلام اهلا بك. كيف حالك ان شاء الله طيبة؟ والله نعم الحال الحمد لله. انا اشكرك على هذا البرنامج الاستغاثي الجميل. تسلم يا ربي الله يخليك. الله يبارك فيك. اول حاجة زعلان من الولد كده اول حاجة خلينا اتعرف عليكم واتصل علي من وين؟ انا العميد معاش الزبير محسين محمد علي. اهلا بك. ايه ملك سيادة العميد. الله يخليك ونتصل بك من ود البشير ام درمان. اهلا بك واهلا بناس ام درمان صباحات مباركه الله طيب. اتفضل. الله يخليك. زعلان من بتاع الصاله اللي اتصل الجبيل ده وزعلان من بتاع سنار منتهى الاستهتار. يعني ما ممكن الزول يكون مستهتر للدرجه دي ودي شيمة الشعب السوداني للاستهتار. يعني ما بتقبلوا التوجهات. انا لو قلت لك حاجه يا استاذه انا عندي اخواني اثنين اتوفوا خلال اسبوعين في الجائحه الاولى.
ربنا يتقبلهم ينزل البركة فيكم إن شاء الله. واحد كورونا والثاني توفى وفاة عادي. لكن اتوفق للأسبوعين. رفعنا العزاء رغم ده كله بعد الدفن طوالي. ومنحت أي زول يجي للبكاء ومنحت أي نسوان بذات النسوان. النسوان ما يجوا يعزوا خدينا ناس تحت البناية إنه ما في زول يجي يعزي يقول لي بالتلفون أمشي عزوا بالتلفون. فما أعرف الناس دي قصدها شنو يعني. يعني واحد ناقل هذا الوباء يعني تخيل يخش البيت ودلي الشفح ودلي الكبار ودلي الصغار ودلي أي زول. ما نحن عشان كده يا سيادة العميد بنقول إنه أنت إصابتك دي غد تأذيني أنا وأنا إصابتي غد تأذي أسرة كاملة. كاملة. نعم. أيوة. نعم. نعم يعني عشان كده والله العظيم أنا تحرمت على أخوي المرحوم قلت له لا تمشي عندنا عزة. عندنا عزة قبل أسبوع قلت أخوي توفى وخالي توفى قلت له بالتلفون عزوا بالتلفون لأنه أساسا يرفع العزاء بعد مراسم الدفن. فالحمد لله يعني الامور ماشيه كلها تمام. والله انا ذاتي بقول الحمد لله انه لسه انه عندنا ناس واعيين والحمد لله، لكن نتمنى انه الناس الباقيه تختدي بها. يعني الوالي لما اعلن او حكومه الولايه لما اعلنت ممنوع التجمعات ما قالت والله حنقفل الصالات عشان تمشوا تعرسوا في الاحياء، وما قالت احنا حنقفل الصالات عشان الافراح لكن تفتحوا المآتم في المنازل. يعني فهم لكن للاسف الشديد المجتمع نفسه بيفصل الاشياء على حسب رغبته هو وعلى حسب هو ما عايز. ما في صالة لكن ممكن أعمل العرس في الحي، وما في تجمع لكن أعمل العزاء. ما العزاء ما تجمع. نعم ما عندنا التزام، ما عندنا التزام، عندنا استغلالية، عندنا استغلالية شديدة يا أستاذ، وعندنا استهتار شديد للأسف الشديد. وبعدين بيك يعني في الصلاة دايرين قروش، دايرين 150 مليون، دايرين بتاع، دايرين الناس يجوا يموتوا ما يموتوا ما يهمون. فدي واحدة من الإشكاليات. يعني نحن ما حنضايقهم في رزقهم وهي حاجات أقسام رب العالمين، لكن كمان الأشياء لما تبقى في صحتنا وتأثر على مجتمعنا لابد من الناس تقيف عليها. وهو أتكلم في نقطة المساجد، يعني المساجد أنا بقول له وقلتها برضو قبل شوية في إنه لما نطعت الضرورة تم إغلاق المساجد. بعدين ما في مقارنة بين الكلام اللي بيقوله والمساجد. خالص المساجد. أيوة ما في أي مقارنة. يعني أقل صالة يعني يمكن بتحوي 120 1200 ل 1300 شخص، والمسجد ما بفوت ال 100 او ال 200 يعني. هذا كلام صح. الله يكثر خيرك وبارك الله فيك، وبرنامج الصيفي شديد يا ريت تستمعوا له ويا ريت تشتغلوا به، يا ريت تستمعوا له ويا ريت تشتغلوا. والله انا زوجتي قالت لي تمشي العدد بتاع ولد اخوها ده، قلت لها والله لا اتصل الى جابر بتليفون اضرب التليفون، كلنا ضربنا تليفون يعني ما عرف يعني وما لعنوا لا اسمع وسيله التواصل كيف يعني. ما هذا كلامي انا قلت في انه نحن والله نفعل الحاجات دي للشيء الايجابي. يعني انا لو في مشكله الناس بتلقاها طوالي دورت التليفون والمشكله حصلت وضربوا لفلان وبر السودان وجوا، خلاص بدل تفعلوها في الاشياء السلبيه فعلوها في الاشياء الايجابيه ممكن تعود عليك انت وعلى بالفائده وعلى اسرتك. وانت بديت لانه انت قبلت اللي بيعزيك، يبقى بكده انت حتقبل تعزي اي زول. عشان كده دارين اي زول يعتبر نفسه هو صاحب الحق وهو اللي بادر بانه والله انا ما عايز تجمع وما عايز كده واقبل العزاء بالتلفون. انا اقول لك حاجه في النقطه دي، يعني بعد الجائحه الاولى في اسرتنا نفسها، يعني انا والدتي طالبتني بانه اوديها عزاءات لانه بعد الجائحه خلاص اختفت الناس، طالبوا يجوا راجعين يعزوهم ثاني. يعني فالموضوع بالنسبة لهم ما انتهى، لكن بفتكر انه اي زول يعلن انه العزاء بانتهاء مراسم الدفن ويستقبل التعازي بالهاتف يكون حمى نفسه وحمى اسرته وخلاص بابه يتقفل. وخلونا نشوف ثغرة ثانية نسدها حتى انه ننتظر العام القادم ونحن على مشارف نهاية 2020. ما عايز اقول ان شاء الله ربنا ما يعيد علينا، لكن ما يعيد بالشكل اللي احنا شفناه في 2020، كانت مؤلمة وكانت محزنة فقدنا فيه. أتمنى إنه نستقبل العام الجديد ونحن تامين وسالمين ومعافيين وبلادنا تنعم بالنماء والاستقرار بالرغم من الأحزان اللي كانت في 2020. نحن وقعنا السلام، نتمنى نستشرق بشريات السلام في 2021. شكرا لك سيادة العميد معاش الزبير بحديم من أمدرمان، شكرا لهذا الوعي العالي، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، الله يخليك.
شكرا لكم مشاهدين. أنا استمتعت جدا بالمهاتفة الأخيرة، أدتني أمل بأنه والله الشعب السوداني شعب واعي وحاسي بحساس المشكلة. رقم الهواتف الأولى اللي كانت محزنة حقيقة في أنه محواها واحد يدعو لإقامة المناسبات خوفا على الأرزاق، والثاني يتحدث عن أنه الزحام لا يؤثر عن جائحة كورونا، ولكن الحمد لله رب العالمين إنه ما سمعناه في المكالمة الأخيرة حقيقة يدعو للتفاؤل والإيجابية، إنه في ناس واعية وفي ناس عايزة تحافظ على نفسها وتحمي أسرتها من الحد من انتشار جائحة كورونا. نسبة للظروف الصحية واللي بتمر بها البلد، وقللنا عدد الموجودين في الأستوديو، قابل ليلة عننا نجم الجمعة، لكن نعيد مشاهدين إن شاء الله في الأيام الجايزة الأمور استقرت والأوضاع الصحية استقرت ومشينا للأمان، حيعاود نجم الجمعة من جديد يطل على كل المشاهدين عبر صباح الجمعة. في هذا الصباح بنحيي زميلنا سموال المبارك اللي انضم لمجموعة صباح الجمعة. سموال شرفتنا كثير وبصمتك كانت جميلة واضحة عبر صباح الجمعة. شكرا لكل الناس اللي تابعونا، شكرا وزارة الصحة ممثلة في مركز الطوارئ والاستجابة وممثلة في إدارة الإمداد الدوائي اللي كانوا حضور طيب عبر هذا الصباح ومدنا بالمعلومات القيمة التي نحتاجها في هذه الأيام. شكرا كل المشاهدين اللي يتواصلوا معنا واللي تابعونا عبر شاشة الخرطوم. بكرة فريق آخر ومجموعة أخرى من صباح الخرطوم، أما أنا ومجموعة الجمعة لربنا أحيانا ومدة في العمر وبقينا حيين وسليمين ومعافيين وما جاتنا عوجة، حنتلاقى في صباح الجمعة لحد ما نتلاقى صباح. التحية للرائعة الجميلة عاصم البنا وضيفات العزيزات اللي كانوا حضور في هذه السهرة اللي قدمتها فضائية الخرطوم في واحدة من السنوات، هي ختام لحلقتنا اليوم. مع السلامة. غيرك سمع لون الذهب ولا الجميع ايه هالذهب ايه الجميع انت سمع طبعك سمع هاتوا السمع هم السمع غيرك سمع
حبيبي انت انت الجواب الما وصل وانت انت الغمام الضام يا نوم ما هطل والله انت انت الشجا وانت الندى وانت الامل في النهاية يا حبيبي سامع للجميع ايه عالدهب ايه عالجميع انت سامع اصلك سامع